في الوقت الذي تقارب فيه عملية جني التفاح بمختلف بلديات ولايات باتنا على الانتهاء، يتجدد مطلب الفلاحين المتكرر كل سنة في إنجاز مسالك فلاحية إلى بساتينهم حتى يتمكنوا من نقل المنتوج وتسويقه. شنو غير نغل المسالك كاين التقن مكبريد طوموبيلات تطلع عنش يزميش كتراكتور وغير نغباسان خدمينا نغباسان ذاينيت اللاجيسية باسانية لا الريزو لي روكار بصح باش غندوش نمان وغندوش شمان غير نغفيت 5000 شجرة مهددة باش انا تقار السرق غير بريد ولا شني طوموبيل نقوم انا غني داس السب الدبريد لا التفاح لا الطماطم لا غوسة من الزنوزات كل ديما السب الدبريد. مناطق فلاحية تعد بالكثير غير أن غياب المسالك الفلاحية حالة دون تحقيق الفلاحين لأهدافهم. نقيت فيه بهم ساعات مولا نوفا التاكتور مولا فاش التاكتور تنتغي ما تفلش الغربية تفلش ولا شنو تياوين حدود يطلع ذاك وما طلع عندنا صحاب الكمال تاوين مثلا. مو سنة التفاح. التفاح قوم داس خلاص داس نظرنا قلنا بلي صعب ما تجيبش تنامي تجيبش تصلع مترين وغداها هذي قبريدة مويا هاي. احنا الحل نتاعنا طالبوا السيد الواري إذا كان هو اسمه يحلنا هذا المشكلة هذا الطريق هذا راه عنده يعني ما هو جديد هو الطريق هذا 2 كيلومتر هذه كيلومتر مش حاجة وما هانيش طلب مثلا لي أنا ولا حاجة هاي الناس كل هاك تشوف فيهم هاي المنطقة كل راه يتعنوا كلهم يخدموا كلهم يعانيوا كلمات لكل مدير الفلاحة بالتنسيق مع مدير التجارة مع مدير النقل لازم حنا نعاونوهم وعلاه كي عندنا مشكلة هكذا مثلا كي نديروا علاه نقلوهم حنا نقلوا فيهم حتى المستخدمين نقلوا فيهم وعلاه ما نقلوش حنا المنتجين اللي خلقوا لنا الثروه. اهتمام اكثر من السلطات المعنيه بولايه باتنا ما ينتظره الساكنه لفك العزله عنهم واصحاب المستثمرات الفلاحيه لتوسيع مشاريعهم الفلاحيه.